حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنطل عليكم مع مجموعة من الأخبار والمواضيع والتقارير التي جلبناها لكم من كافة إمارات الدولة بشكل عام، وأيضا راح نسلط الضوء إن شاء الله على الأخبار بإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. مشاهدينا الكرام، راح يكون معنا إن شاء الله خلال هذه الحلقة أيضا مجموعة من الضيوف، راح نتناول مواضيع تخص طبعا المجتمع بشكل عام. بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، انطلقت مؤخرا الدورة الثالثة من برنامج المبرمج المواطن، استكمالا لنجاح الدورتين السابقتين في إرساء دعائم متينة لتخريج كوادر وطنية ممكنة وممكنة لطبعا تولي زمام المبادرة في تطويع التكنولوجيا المتقدمة في خدمة مسيرة بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. وتستقطب الدورة الثالثة إقبالا لافتا من الموهوبين من كل إمارات الدولة، ما يعكس الثقة المتنامية بأهمية المبرمج المواطن الذي شكل خطوة سباقة على درب طبعا تعزيز الاستثمار الأمثل في مهارات المستقبل، وفي إطار أيضا الشراكة المثمرة بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وبدعم من جمعية الاتحاد التعاونية بصفتها راع للبرامج وإنترنت الأشياء إلى تدريب المواهب الإماراتية الشابة على مهارات الأمن الإلكتروني المستخدمة من قبل الخبراء، وربطها بمعرفة شاملة حول مفاهيم إنترنت الأشياء وتطبيقاتها والمخاطر الأمنية، بالإضافة إلى تمكينها من الأدوات اللازمة لوضع المعرفة موضع التنفيذ بما يتواءم مع طبعا جهود حماية مستقبل المدن الذكية وأيضا البنية التحتية. ويحظى المشاركون مشاهدين الكرام أيضا بفرصة تعلم كيفية استخدام الإنترنت بشكل مسؤول في الحياة الأسبوعية، مع الإطلاع على مفاهيم السلامة على الإنترنت وأيضا المواطنة الرقمية. وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بأن برامج المبرمج المواطن أثبتت على مدى الدورتين الماضيتين بأنه رافد محوري من روافد الاستثمار في العقول البشرية والمواهب الواعدة، أيضا انسجاما مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي قال: الإمارات دولة شابة وتبني مستقبلها اعتمادا على الشباب، مؤكدا بأنه أحدث نقلة نوعية على صعيد تمكين الأجيال الجديدة من البرمجة التي تعتبر لغة المستقبل، وهو ما يتواصل اليوم طبعا مع إطلاق الدورة الثالثة التي تتميز بمجالين جديدين يواكبان التوجه نحو إدماج إنترنت الأشياء في مختلف مجالات الحياة بقيادة كوادر طبعا وطنية تمتلك الخبرة والمعرفة والمهارة لتوجيه دفة الابتكار التكنولوجي في خدمة التنمية، وصولا بالإمارات إلى موقع الصدارة بين الدول الأكثر تقدما وسعادة في العالم. مشاهدينا الكرام، راح نتحدث أكيد في خلال هذه الحلقة طبعا ونتناول الكثير من المواضيع في برنامجكم برنامج 7 على 7، ونبدأ معاكم مع مبادرة زايد للعطاء، وأيضا إلى الجرائم الإلكترونية، وإلى أيضا موضوع آخر وإنشاء جمعية مجلس سفراء الإمارات، وأيضا راح نتطرق إن شاء الله إلى المسرح المدرسي، ونختم أكيد معكم مع مبادرة العرس الجماعي وغيرها الكثير من المواضيع. مشاهدينا الكرام، أعلنت مبادرة زايد العطاء عن فتح باب التطوع لأطباء المواطنين للتطوع في برامج أطباء الإمارات لتأهيلهم للعمل الطبي الميداني في العيادات المتنقلة والمستشفيات الإنسانية الميدانية المنتشرة في مختلف دول العالم، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للفقراء في شتى بقاع العالم بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الجنس، في إطار حملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء وحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل تحت شعار على خطى زايد.
للمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور طبعا عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء. حياك الله دكتور معنا. حياك الله. الله يحفظك، سعيدين جدا طبعا بوجودك معنا خلال برنامجنا. بداية نود أن نتحدث معك عن فكرة المبادرة وما هو الهدف منها. مبادرة زائد الأعضاء هي مبادرة مبتكرة في مجال عمل تطوع الأعضاء الإنساني، أسست عام 2000 وتهدف إلى تسليخ رغبة العطاء والعمل التطوعي من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب من الأطباء من مختلف دول العالم وبالأخص من المواطنين لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية، إضافة إلى تأهيلهم من خلال البرنامج الوطني لتطوير مهارات الكوادر الطبية وبالشراكة مع المجلس الأوروبي للإنعاش والهيئة الأمريكية للطوارئ وغيرها المؤسسات العالمية للرفع من مستواهم وأدائهم وتمكينهم في العمل التطوعي في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التي تنتشر في العديد من الدول، تقدم العلاج والدواء المجاني انسجاما مع الروح الإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وامتداد لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات الذين نهجوا نهجة وخطوا خطى في مجالات العمل الإنساني. نعم دكتور، ما هي التخصصات المتوفرة في العيادات المتنقلة؟ العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية منتشرة في العديد من الدول، وتتضمن وحدة العيادات العامة لاستقطاب الأطباء المتخصصين في الطب العام، ووحدة للعيادات التخصصية من تخصصات القلب والأطفال والنساء، وذلك لتمكين الأطباء المتخصصين في هذه التخصصات من المشاركة في المهام الإنسانية الخارجية واكتساب مهارات ميدانية وإبراز دورهم في مجالات العمل الإنساني من خلال الحملات الإنسانية والتي تحظى برعاية كبيرة من سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، ومن خلال هذه المشاركة الفعالة والانتشار الكبير للعيادات المتحركة والمتنقلة في السودان وفي زنجبار وصومال وأوغندا ولبنان والمغرب مؤخرا باكستان. نعم طبعا ذكرت بعض الدول ربما المستفيدة، هل هناك دول أخرى مستفيدة من هذه المبادرة؟ طبعا التوجهات كريمة سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك ومن خلال الشراكة الاستراتيجية من زايد العطاء واتحاد النساء العام وجمعية جمعية دار البر ومؤسسة بيت الجار الخير ومجموعة المستشفيات السعودية الألماني، شكلت فريق عمل لاستقطاب الكوادر التخصصية من مختلف دول العالم وتمكينها في العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية، أكثر من 20 عيادة متحركة ومستشفيات ميدانية في مختلف دول العالم، وإن شاء الله في عام 2013 عام التسامح بيكون في تكثيف لاستقطاب المزيد من الكوادر التطوعية وزيادة الطاقة التشغيلية للحملات الإنسانية في مختلف دول العالم من خلال استحداث مناطق جديدة مثل النيبال، مثل مناطق في مختلفة في الهند، في مناطق أخرى في كينيا. طبعا ضمن الخطة الموضوعة طبعا سوف يتم التركيز بعد على العمل الطبي الميداني المحلي من خلال عيادات متحركة في مختلف إمارات الدولة بهدف زيادة وعي المجتمع بأهم الأمراض وخاصة القلبية والحد من انتشار الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والدهون وغيرها. نعم دكتور، كلمة أخيرة حاب تختم فيها. أوجه كلمة للشباب، الوفاء للوطن، الولاء للقيادة، العطاء للمجتمع. نعم شكرا جزيلا لك دكتور عادل الشامري، رئيس تنفيذي لمبادرة زايد العطاء، شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامجنا ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا.
حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وأكيد الحين نكمل معاكم برنامجنا وإلى أولى فقراتنا طبعا مع الأخبار المنوعة مع الزميلة ليالي. مساء الخير ليالي. مساء الأنوار لك زميلي علي، وأود أن أرحب بكل متابعي البرنامج الأوفياء الذين واكبونا علي على امتداد أكثر من عام ونحن في برنامج 7/7. نعم. بحمد الله قد تخطينا عتبة 400 حلقة كما تعلم. ما شاء الله. طبعا هذا أول خبر نعتبره، وشو عندنا أخبار ثانية؟ هناك بقى من الأخبار المنوعة، ولكن في البداية نود أن نشير إلى أن جمعية الصحفيين الإماراتيين وإبان اجتماع مجلس إدارتها هذا الصباح كانت قد اعتمدت شعارا جديدا للجمعية، طبعا علي، تماشيا ومواكبة مع الفضاء الإعلامي الرقمي الحديث، إن كان لجهة المنصات والمواقع وأيضا الصحف الإلكترونية، وإن كان بالإمكان أن نشاهد هذا الشعار أنا وإياك والمشاهدين عبر الشاشة العملاقة في استوديو 7/7، ولكن ربما غير جاهز للعرض بعد، ولكن هو طبعا يتزين بألوان العلم الإماراتي الأربعة بالإضافة نشاهده الآن. نعم. وهذه طبعا الخطوط المقوسة التي ترمز وتشير إلى الأثير وصدى الكلمة، ويبقى القلم في الوسط هو طبعا السلاح أو الرصاصة التي يطلقها الصحفي في الفضاء الإعلامي الحر. نعم، إذن إن شاء الله طبعا نقول لهم ألف مبروك على هذا الشعر الجميل. نعم. ونستمع الآن لنشاهد معك باقي أخبارنا. بالتأكيد، شكرا لك، يعطيك العافية. 21 من يناير 2019، مشاهدينا أرحب بكم إلى هذا الاستعراض الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونص المرسوم على عضوية أصحاب السمو والمعالي هزاع بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس، طحنون بن زايد آل نهيان عضوا، حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي عضوا، محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضوا، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضوا، ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضوا، سلطان بن طحنون آل نهيان عضوا، دكتور أحمد مبارك المزروع الأمين العام للمجلس التنفيذي عضوا، خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضوا، جاسم محمد الزعابي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي عضوا، دكتور مغير خميس الخيالي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضوا، عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضوا، المهندس عويضة مرشد رئيس دائرة الطاقة عضوا، سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضوا، فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عضوا، محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضوا، اللواء فارس خلف المزروع القائد العام لشرطة أبو ظبي عضوا، سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضوا. وفي السياق عينه، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتشكيل لجنة أبو ظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث تعنى اللجنة بوضع ومتابعة التوجه الاستراتيجي العام للشؤون التنموية والخدمية والمالية بما يحقق الريادة والكفاءة للإمارة من خلال وضع المبادئ والأسس والسياسات العامة المعززة أو المعززة لريادة العمل الحكومي التنموي والخدمي في العاصمة ومتابعة سير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية. كما أصدر سمو قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين يعد من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على توفيرها، بما يستدعيه ذلك من استحداث مشاريع وحلول مبتكرة تعين على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي مع مراعاة أسس الاستدامة توازيا
مع الاهتمام بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر لتكون الإمارات النموذج الرائد للتنمية المرتكزة على سعادة الناس. جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر بلدية دبي، وفي تغريدة لسموه على تويتر جاء فيها: أطلقنا مجموعة مشاريع بنية تحتية في دبي بقيمة 6 مليارات و500 مليون درهم، منها نفق استراتيجي لتصريف مياه الأمطار، وأول قمر صناعي بيئي في الدولة، ومشروع لتحويل كافة النفايات الصلبة إلى طاقة، ومخطط تطويري للأسواق التقليدية في دبي. مشاريعنا مستمرة وتطوير المدينة سوف يتسارع، حيث شدد سموه على أهمية متابعة ما يجري في أكثر دول العالم تقدما في مجالات التطوير البحثية والعملية في مختلف المجالات من أجل إيجاد حلول ناجعة ومؤثرة للتحديات المشتركة للمجتمعات، خاصة المناخية منها والبيئية. في شقة مغايرة استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر المقام وفدا من بلدية مدينة العين الذي قدم للسلام على سموه. يرافقه معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في العاصمة أبو ظبي، حيث رحب سموه بالوفد معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية ودورها في تنفيذ المشاريع التطويرية الحيوية التي تضفي البعد الجمالي والحضري على إمارة أبو ظبي وتسهم في رفد مسيرة الخير التي تشهدها الدولة. من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو مثمنا الدعم الذي تليه القيادة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم خدمات تعزز جودة الحياة في الإمارات، مشيدا بالوقت عينه بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المباشرة واهتمامه بالارتقاء بمختلف الجوانب التي تمس حياة المواطن. إلى ذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخره بدور الكفاءات الوطنية التي تخلد قيم ورؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه بأقوالها وأعمالها في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والعمل لأجل رفعته. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجلس قصر المقام أيضا في مدينة العين فريقي عمل مبادرة عام زايد ومشروع صرح زايد المؤسس، حيث أشاد سموه بجهود الفريقين وجميع الفرق التي أسهمت بنجاح المبادرة وإنشاء الصرح الذي يعد معلما وطنيا بما يحمله من مآثر وقيم الراحل الكبير الشيخ زايد. من جانب أكد الوفد أن ثقة سموه تعد حافزا هاما لإنجاز ما يوكل إليهم من مهام بكفاءة واقتدار ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة وطنهم وإبراز الوجه الحضاري لمجتمعهم. إلى موضوع آخر، حيث شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة في قصر الثقافة انطلاق الدورة 15 لمهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة ممثلة بمركز الشارقة للشعر الشعبي، وذلك بمشاركة 60 شاعرا وشاعرة من الإمارات والخليج والشعراء العرب من 17 دولة عربية يضيئون أمسيات الشارقة الإبداعية التي ستصاحبها حفلات توقيع 20 ديوانا لـ20 شاعرا من دول عربية كمرحلة ثانية من مراحل طباعة الدواوين التي استهلت في دورة المهرجان العام الماضي بتوقيع 50 ديوانا شعريا لشعراء وشاعرات من الإمارات والخليج العربي. من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة
الشارقة مرسوما أمريا بإنشاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهليات اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة وتعمل تحت إشراف مجلس الشارقة للإعلام. إلى محور آخر، حيث يترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة 49 للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سوف يعقد في منتجع دافوس في سويسرا خلال الفترة الممتدة بين 22 و 25 من يناير الجاري تحت شعار العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث يشهد المنتدى مشاركة إماراتية فاعلة في 10 جلسات رئيسة تتناول أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجا يرتكز على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ صيغة جديدة من العمل المشترك الهادف لخير الناس والاستفادة من المنصات العالمية البارزة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل التوجهات وتوحيد الرؤى والوصول إلى فهم مشترك للتحديات التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير الحلول المناسبة لها. ومع هذا الخبر مشاهدينا حول المنتدى الاقتصادي العالمي، أختم وإياكم هذه القراءة في الأخبار المنوعة. إليك علي. شكرا جزيلا ليالي على هذه الأخبار المنوعة، مستمر معكم مشاهدينا. وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بالاهتمام بالتراث الثقافي وتوفير السبل المناسبة لجمعه وصونه ونشره، تم أمس عقد المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق المدرسة الدولية للحكاية وفنون الحكي في معهد الشارقة للتراث بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث. نتابع معا هذا التقرير. معهد الشارقة للتراث وفي الشارقة عموما نعمل مع الحكاية منذ زمن طويل، منذ أكثر من 16 سنة انطلق ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وملتقى الراوي يهتم بالحكاية أو هي مادته الرئيسية. الحكاية الآن في الوطن العربي بدأت تتراجع كثيرا بسبب هذه التقنيات الحديثة وبسبب أيضا ما يسمى التواصل الاجتماعي وغيره، وبدأت يعني تظهر لنا أشباه الحكايات. العرب من أهم الناس الذين ألفوا الحكايات والذين نشروا الحكايات في العالم، والآن هم في مؤخرة الصف. في هذه المدرسة سوف نؤكد على أصالة الحكاية وتأصيلها، ونؤكد على موضوع الدراسات، سوف نوجد قاعدة بيانات، سوف نضع الراوي العربي في المستوى الذي يليق به مع رواة العالم، وأيضا سوف نزيد من جرعة النشر والكتابة في مجال الحكايات إن شاء الله. المدرسة الحقيقة هي ستبدأ أو بدأت بالأحرى الآن منذ الافتتاح، وستكون نشاطاتها هذا العام منصبة على إقامة ورشات مختلفة للكبار والصغار وللمحترفين والهواة. ستذهب المدرسة إلى الجميع حيث كانوا لكي تستقطبهم إليها ولكي تشجعهم على الحكاية من جديد. فالحكواتي اليوم حكواتي الخليج تحديدا، حكوات الإماراتي يكاد ينقرض بعد الرواة الأوائل، فلذلك من مهمتنا الآن أن نعيد الحياة والحيوية إلى هذه المهنة، إلى هذه الحرفة، إلى هذا الفن أولا وأخيرا. أسلوبنا أو خطتنا هي أن نستقطب الجميع، نذهب إليهم ليأتوا إلينا،
وبالتالي الموضوع مشترك ما بيننا وبين الآخر. نقطة أخرى، لن تتوقف نشاطات المدرسة فقط على المستوى المحلي أو العربي، وإنما سيكون هناك معاهدات واتفاقات ومشاركات فنية مع دول العالم أجمع بإذن الله، لنتبادل خبراتنا ونقوم بما يلزم لكي تأخذ الحكاية حقها كما تستحق. مشاهدينا الكرام، أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات الأكثر عرضة أيضا للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية. فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين يمكن استخدامها من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم، وطبعا فهي من أهم الوسائل في انتقال الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن أيضا يمكن استخدامها في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية أو شخصية. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معنا الدكتور أشرف أمين فرج، مستشار قانوني ومحكم. حياك الله دكتور معنا. يا أهلا وسهلا بك ومشاهدين قناة الفقيرة، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. الحقيقة أنا بسعد جدا لما بقدم أي برنامج مع الفقيرة. طبعا موضوع مهم وربما في ناس تضرروا بشكل كبير وفقدوا أشياء كثيرة، خلنا قبل لا ندخل فيها التفاصيل نعرف للمشاهدين مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها. ببساطة شديدة، الجرائم الإلكترونية زيها زي باقي الجرائم، ولكن كل ما في الأمر أن الأدوات بتختلف. أدوات الجريمة الإلكترونية بتعتمد على تقنية المعلومات والتطور الحديث ووجود شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فهي عمل غير مشروع باستخدام الكمبيوتر وأجهزة الإنترنت للحصول أو إحداث ضرر للمجنى عليه. وطبعا بتكون إما أنها بتكون بهدف سلب المال أو بهدف إعطال الأجهزة أو نسخ المعلومات. نعم، ما هي الطبيعة أو الآلية لهذه الجرائم؟ هي الحقيقة يعني هي لها طبيعة خاصة، لأن هذه الجريمة أو الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات الحقيقة يعني متعدية الحدود. يستطيع المجرم أنه يرتكب جريمة وهو في بلد ما، وتتحقق نتيجة هذه الجريمة في بلد أخرى. نعم. من خلال فقط الكبسة على زر واحد يستطيع أنه هو يحقق الهدف من جريمته. الهدف من الجريمة الحقيقة بيكون إما نسخ بعض المعلومات أو الحصول على أرقام سرية لبعض البنوك وبعض الشركات. صحيح. أو حتى في بعض الجرائم الدولية، يعني كجرائم التجسس أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المنظمة، بتتم من خلال الحقيقة هذه البرامج، وده بيشكل خطر على الأفراد وعلى المجتمع بصفة عامة، المجتمع المحلي، وأيضا خطر دولي على الدول. نعم، طبعا هناك خصائص ومخاطر وأيضا سمات لمرتكبي هذه الجرائم ولهم دوافع. ما هي أول شيء سماتهم وأيضا دوافعهم؟ الحقيقة السمات احنا تعلمنا يعني في كليات الحقوق، كان العالم لمبروزو كان بيضع سمات معينة للمجرم الطبيعي. نعم. وكان يعني رأسه يصفها وأنه يصف بعض الملامح الخاصة به، ولكن في هذه الجريمة بالتحديد في الجرائم الإلكترونية الأمر مختلف. نعم. وربما أهدرت نظرية لمبروزو. صحيح. المجرم أو المرتكب الجريمة في الجرائم الإلكترونية هو عالي الذكاء ومطلع جدا ومثقف جدا جدا، حتى انهم يطلقوا عليهم يعني اصحاب اليقات البيضاء، انهم ما بيبذلش مجهود بدني في الجريمه الخاصه به. فسمته انه ذكي جدا، على اطلاع كامل بالمعرفه والامور التقنيه. نعم. وانه مندمج مع مجتمعه، مش منعزل كباقي المجرمين، انما بالعكس هو مندمج مع مجتمعه جدا جدا جدا، ومطلع على المجتمع وتصرفاته، ومطلع على الاشياء المتطوره اللي بيستخدمها المجتمع، وبذلك يستطيع ان هو يرتكب الجريمه بتاعته. فسمات المجرم اختلفت
أصبح أكثر ذكاء وأصبح أكثر معرفة. نعم. دي السمات. نعم. الدوافع. كان في الدوافع. نعم. الدوافع هو بصفة عامة يعني الدوافع إما تكون دوافع انتقامية أو دوافع لتحصيل أو الحصول على المادة. نعم. وهي باقي الجرائم فيها إنه الابتزاز أو مش بس الابتزاز إنه الاستيلاء على الأموال الاحتيال ارتكاب بعض الجرائم الجنسية استخدام الأحداث في بعض يعني من خلال بعض المواقع بس الفيروسات لتعطيل الأجهزة بس الفيروسات لنقل أو اختراق بعض الأنظمة كما حدث بأن اخترق شاب فرنسي لموقع وزارة الدفاع الأمريكية بعض العلامات الكبرى في الخاصة بالأوتيلات تم اختراق الحسابات الخاصة بالعملاء اللي تعاملوا معها على مدار فترة وتم يعني نسخ هذه الحسابات وتم اتخاذ يعني إذن الأمر مختلف بين الجرائم الإلكترونية نعم. والجرائم العادية يعني نعم هو كل واحد له دوافعه وله طبعا نعم غالبا غالبا هي الدوافع يعني غالبا تكون الدوافع مادية الحصول نعم. على المال أو الانتقامية قليلا نعم. يعني نعم. شو أشكال هذه الجرائم دكتور ما يعني أيضا ما هي طرق تنفيذها الأشكال الجرائم الحقيقة بتختلف من موضوع من يعني من طريقة إلى أخرى نعم. هناك جريمة الدخول للموقع بقصد تدمير الموقع والدخول إلى موقع بقصد نسخه والدخول إلى موقع بقصد الابتزاز الجرائم بتنقسم في هذا الأمر إلى جزئين أو قسمين القسم الأول هي جرائم بتقع على الأجهزة نفسها على جهاز الكمبيوتر بتكون إذن يعني محصلة الجريمة الوصول أو تدمير جهاز الكمبيوتر أو البرامج الموجودة فيه والقسم الآخر هو استخدام جهاز الكمبيوتر واستخدام الشبكة المعلوماتية في كوسيلة للوصول إلى ارتكاب الجريمة نعم. بيحدث في بعض الأحيان بيتتبع المجرم الحسابات أو المعاملات الخاصة ما بين شركة وأخرى ويجد أن هناك تعامل تجاري ما بين هذه الشركة وتحويل مالي من الشركة المشترية إلى الشركة البائعة فيخترق هذه الحسابات ويرسل إيميل مشابه تماما لإيميل نعم. الشركة بالضبط. من فضلكم قيمة الصفقة اللي هتوصلكم حولوها إلى الحساب رقم كذا نعم. وبالتالي إيميل وصل للمشتري وبيتم تحويل الحساب إلى الإيميل المشابه تماماً نعم. باستثناء يعني ربما يكون فقط يعني حرف يعني مجرد حرف صغير ربما. نعم وهذه صارت لي أنا وصلني إيميل من 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 إنستغرام نعم. يقول لي هناك شخص يحاول أن يخترق حسابك يرجى تغيير الرقم السري وضع الرقم السري السابق ووضع الرقم أيوة. السري الجديد وبهذا يحصل على رقم سري بالضبط ويخترق الحساب بالضبط. أيضاً بيحصل في بعض الأحيان إنه يتم إرسال رابط مجهول نعم وبالتالي يعني الحقيقه يعني انا بشكر قناه الفجيرة الحقيقه انها بتسلط الضوء على هذا الامر لان كثيرا من الاشخاص عندما يصلهم رابط مجهول مباشره يفتح الرابط نعم احنا الحقيقه من باب نشر الوعي للساده المشاهدين انه ما تفتحش رابط وانت مش متاكد منه صحيح. او يكون الرابط وصلك من شخص مجهول ما تفتحش بعض الصور اللي مرسله اليك من غير الاشخاص اللي بتعرفهم وبتثق فيهم كن حذر في ان معلوماتك وبياناتك ما تذهبش الى كل شخص مجهول يتصل بيك نعم. ما تنجرفش وراء الاغراءات كثيرا يتم ارسال ايميلات لقد ربحت في نعم. مسابقه كذا الشخص لم يشترك في المسابقة ولم يتقدم إليه صحيح؟ سابقا الأسبوع الماضي انتشر نعم. رابط نعم. لقد قمت بمخالفة يرجى الضغط على لمعرفة تفاصيل المخالفة نعم. لهذه الدرجة وصلوا يعني والأكثر من ذلك نعم. يستطيع المجرم إنشاء موقع إلكتروني مشابه تماما للموقع الإلكتروني اللي بيتعامل معاه بعض الأشخاص على سبيل المثال موقع إلكتروني لبنك يقوم بتنفيذ موقع إلكتروني تماماً مشابه لموقع الإلكتروني للبنك نعم. ويقوم بإرسال الرسالة
ويطلبوا زي ما سعادتك تفضل صحيح. إما تغيير الباسورد أو إمدادهم ببعض المعلومات وبعض البيانات ويتم استخدام هذه البيانات. هناك أيضا جريمة وهي جريمة يعني شديدة جدا ومنتشرة جدا نعم. الحصول على بعض البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان صحيح. من خلال برضو إما إنشاء مواقع مشابهة لمواقع حجز الطيران أو بالاتصال المباشر إذا تم استخدام البطاقة في أحد المعاملات يتم تتبع هذه البطاقة واستخدام البيانات المدلى بها ثم الحصول على مبالغ يعني مبالغ أخرى من حسابات نعم. الشخص المجني. نعم. دكتور هناك من هو متخصص في صناعة الفيروسات والإلكترونية طبعاً ونشرها بطريقة سريعة، ما هي عقوبة، هل هناك قانون يشرع تجريم صناعة الفيروسات في الدولة وكيف يتم ذلك؟ هو الحقيقة بيلجأ المجرم الإلكتروني باستخدام هذه الفيروسات للوصول إلى مبتغى، هي خطوة أولية للوصول إلى مبتغى نعم. والحقيقة أبشع هذه الفيروسات وأخطرها على الإطلاق هو فيروس يطلق عليه حصان طروادة. ولو حضرتك تتذكر حصان طروادة كان الفينيقيين عجزوا عن اختراق طروادة فأجهزوا حصان خشبي طوله 108 متر ووضعوا الجنود فيه، والقرية هذه بعد أن تحصنت 9 سنوات من الحروب مواجهة هذا الحصان فقالت أنه ده يعني الإله أرسله هدية لكفاحنا فأدخلوهم القرية نعم. في سور في هذا الحصان الخشب نعم. بمجرد أن دخل القرية انتشرت الجنود نعم. وتمت الحرب. هي نفس الفكرة بالضبط الخاصة بفيروس حصان طروادة، لذلك أطلقوا عليه فيروس حصان طروادة. هو أيضا يرسله المجرم مع تطبيق آخر أو مع صورة أو مع أي شخص شائع، مع أي برنامج شائع الاستخدام نعم. ومجرد استخدام هذا البرنامج، هو برنامج صحيح هو برنامج ولكنه شائع الاستخدام، ولكن ملصق فيه هذا الفيروس نعم. بمجرد دخول الفيروس داخل الجهاز أو الموقع بيقوم بالانتشار بشكل طبيعي ولا يمكن السيطرة عليه بعد ذلك، ويستطيع من خلاله المجرم أنه ينقل كافة البيانات الموجودة داخل الجهاز، ينسخ كافة البيانات الموجودة، يدمر هذه البيانات، يقوم بإتلافها أو يتحكم في تشغيل الجهاز وإرسال بعض الرسائل من خلاله إلى أجهزة أخرى، ويستطيع تكوين جروب من الأجهزة الأخرى للنصب والاحتيال على آخرين نعم. الحقيقة هذا الفيروس هو أخطرهم على الإطلاق لأنه نعم. الأنتي فيروس لا يجدي معه نفعا نعم. ولكن التحصين فيما قبل ذلك، تحصين نعم. الجهاز من هذه الفيروسات هو الأجدى نعم. هذا كان في جزئية أخرى للسؤال نعم. طبعا تحدثنا أيضا عن عقوبة العقوبة نعم. الحقيقة دولة الإمارات العربية عربيا هي من يعني من أسبق الدول في وضع قانون خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نعم. السعودية سبقت في ذلك ثم تلتها مباشرة الإمارات، فالحقيقة في عام 2006 تم وضع قانون مكافحة تقنية المعلومات ثم ألغي هذا القانون وبموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 والتعديلات أدخلت عليه في سنة بموجب المرسوم بقانون في سنة 2018 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2018. هذا القانون الحقيقة احتوى على عقوبات رادعة لمقترفي جرائم تقنية المعلومات نعم. ووضع السبل والأسس التي يتم موجبها تتبع هؤلاء الجناة. العقوبات الحقيقة بتتدرج من وفقا لكل جريمة، فإذا ما كانت الجريمة اقترفت بقصد إفساد نظام مالي أو اقتصادي أو الحصول على معلومات خاصة بالدولة الحقيقة العقوبة بتصل فيها إلى السجن المؤبد نعم. والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 1,500,000 يعني هذه طبعا دي فقط لجريمة طبعا هناك وتتبدل نعم تتبدل العقوبات ووفقا طبعا أكيد نوجه رسالة لكل من يشاهدنا بأن يكون حذر جدا بفتح أي رابط مثل ما أشار الدكتور في بداية اللقاء، أي رابط مجهول احذر أنك تفتحه وأي إيميل يوصلك من أي برنامج، ربما أحيانا رقم يعني السبرينج البرنامج نفسه بالضبط ولكن هو طبعا انتحال
شخصية وانتحال مثلا للموقع الذي يتعامل معه الشخص. شكرا لك دكتور أشرف أمين فرج المستشار القانوني والمحكم. شكرا جزيلا لك. أنا اللي أشكر حضرتك وشكرا جزيلا. حياك الله مشاهدينا الكرام مستمرين معكم ولكن نطلع لهذا الفاصل بعدها راجعين خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. حضر سمو الشيخ حمد عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في يوم 16 من يناير حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته المؤسسة ل 51 شاب بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. وأثنى سموه خلال حضوره على الحفل في قاعة البيت متوحد بمنطقة الجرف في عجمان على إقبال الشباب والمشاركة في الأعراس الجماعية التي تسهم في تخفيض نفقات الزواج والبعد عن الإسراف والمظاهر الدخيلة على مجتمعنا والتي عانى منها الشباب كثيرا. المزيد عن هذا طبعا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سيف المهيري عضو مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. حياك الله معنا أستاذ. الله يحييك. يا مرحبا يا مرحبا بك. سعيدين جدا بوجودك معنا. بداية نتحدث عن الهدف من هذا العرس الجماعي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نمسي عليك وعلى جميع المستمعين بالخير. طبعا العرس الجماعي كان برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ عمار بن حمود النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ونظمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية العرس الجماعي. نجحنا بفضل من رب العالمين ولله الحمد بمشاركة 51 عريس في إمارة عجمان في هذا العرس، ولله الحمد من إمارة عجمان ومن خارج إمارة عجمان. نعم، يعني في الآونة الأخيرة الحمد لله ظاهرة الزواج الجماعي يعني بدأت منتشرة ما بين الإمارات. هذه الظاهرة كيف يمكن أن تعزز من قبل كل طبعا المؤسسات الخاصة وأيضا الحكومية؟ نعم، ما في شك الرعاية الكريمة اللي جت من سيدي سمو الشيخ عمار هي ترجمة لرؤية حكومة عجمان 2021 لبناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر وتحفز حكومة متميزة منسجمة مع رؤية الإمارات 2021 في تنفيذ وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية واللي تصب في تنمية المجتمع. فهذه الأهداف كلها تتحقق متكاملة مع الحكومة المحلية والجمعيات النفع العام زائد المؤسسات بتحقيق تنمية المجتمع واللي تساهم في استقرار الأسرة الإماراتية. نعم، كيف تساعد مثل هذه المبادرات في تخفيض نفقات الزواج؟ ما في شك أخوي علي، الآن الواحد يوم مجبل على عرس يحس على عاتقه صحيح مسؤولية كبيرة. نعم. ومن الميزانية والمصاريف اللي على المعرس نفسه، فالأعراس الجماعية تأتي بهدف تخفيف هذه الميزانيات وهذا الصرف والإسراف اللي تم في يوم واحد وفي عرس واحد، يشاركون جميع العرسان هذه لا ويخففون في مصاريفهم. نعم. وبالتالي بيحقق هناك استقرار حياة كريمة وبداية أسرة مستقرة في حياته الزوجية. نعم، لا شك أن مثل طبعا هذه المبادرات تساهم في بناء الأسر الإماراتية وبالتالي طبعا وجود أسر جديدة. كلمة لهم أستاذ. والله نحن نشجع على الزواج البسيط اللي يكون ما في إسراف ولا في يكون صرف كثير. اليوم سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد أطلق اللي هو العرس الجماعي الأول كان من نوعه في إمارة أبوظبي في فترة المسائية اللي هي من العصر تقريبا إلى المغرب،
في حفل بسيط يكون في استقبال العرسان وأهاليهم وينتهي، وكان نموذج جدا متميز اللي حذوا فيه جميع الإمارات الأخرى واللي سبب نجاح كبير وإيجابي في نفس الوقت. شكرا لك الأستاذ أحمد سيف المهيري، عضو مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لإذاعة الفجيرة المتميزة اللي كانت حلقة وصل بين تلفزيون الفجيرة، حياك الله معك، الله يحفظك، شكرا. مشاهدينا الكرام، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة الفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم التي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي. المزيد في هذا التقرير. بطولة كأس صاحب سمو حاكم الشارقة تعتبر البطولة الأقوى في الشرق الأوسط التي تنظم في صالة مغلقة وبفئة الخمس نجوم، وهو التصنيف الأعلى بالاتحاد الدولي لفئة البطولات قفز الحواجز. مشاركة قوية من 42 دولة عربية وأوروبية، نخبة من الفرسان العالميين سيشاركون معنا في هذه البطولة. البطولة راح تكون من أقوى البطولات التي تنظم. كذلك هناك عندك البطولات المصاحبة لهذه الفعالية اللي هي بطولة الشباب والناشئين والأشبال، التي ستكون نهائي البطولة المجموعة السابعة أيضا في خلال بطولة كأس سمو الحاكم. كذلك ستعقد هناك اجتماعات للاتحاد الدولي المجموعة السابعة خلال البطولة. المشاركة قوية، الفرسان من نخبة الفرسان، فنتمنى التوفيق لمنتخب الإمارات خلال هذه الفعالية. خصصت اللجنة المنظمة 3,200,000 درهم، 200,000 درهم جوائز للفائزين خلال فعالية الأسبوعين. شركة لونجين راعي رسمي لهالبطولة مميزة، وهالرعاية بتجي ضمن إطار أشمل يلي بينطبق على كافة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكتنا اللصيقة مع اتحاد الإمارات العربية للفروسية. فبالتالي تواجد شركة لونجين في نادي الشارقة أيضا استمرار لمسيرة استمرت أكثر من 15 سنة، فالشركة متواجدة هون سنة ورا سنة إيمانا في قدرة النادي وإدارته على التميز في توفير أفضل الظروف ليكون عندنا بطولة ناجحة على كافة المستويات. الدعم يتمثل في جوائز نقدية للفرسان، الدعم يتميز في وجودنا كشركة لونجين. أنت بتعرف شركة لونجين هي شركة عالمية لها تواجد في أكثر من 150 بلد، وبالتالي الوجود والتواجد في الإمارات وفي الشارقة لا يقل شأنا عن تواجد الشركة في دعمها للرياضة حول العالم، إن كان في أوروبا ولا أمريكا ولا آسيا. فبالتالي هيدا بيأكد على أهمية دولة الإمارات أولا، وطبعا نادي الشارقة ثانيا، على أهمية استراتيجية لشراكة. هالشي طبعا نحن نؤمن في أنه تكون العلاقة ناجحة للطرفين. مشاهدينا الكرام، عبارة المسرح المدرسي تتركب من كلمتين هما المسرح والمدرسة، فعندما نتذكر المسرح يتبادر إلى الذهن الفرحة وأيضا المتعة والفرح والترفيه والترويح عن النفس. إنه طبعا من الفنون الجميلة الممتعة التي بدأت مع حياة الإنسان المبكرة، وأيضا
المدرسة من وهو مدرسة طبعا مدارس الحياة في حركتها وديمومتها. وأما المدرسة طبعا فهي هيئة اجتماعية رسمية تتولى وظيفة تنشئة الأبناء والبنات وتعمل على رفع قدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات بما يتيح لهم فرص الاندماج في المجتمع. فهي تقوم إلى جانب الأسرة ومؤسسات أخرى بوظيفة التنشئة الاجتماعية للفرد وزرع القيم طبعا لهذا الفرد، كما أنها المكان التربوي الذي يهتم بتربية الطفل تربية سليمة من الناحية الحسية والحركية والعقلية والمعرفية وأيضا العاطفية في إطار البرامج والمناهج المحددة سلفا بهدف تكوين شخصية طبعا متزنة ومتوازنة بغاية أن تجعل من هذا الفرد مواطن صالح. راح نتحدث عن دور المسرح وأيضا المدرسة أو المسرح المدرسي مع الأستاذ محمد خميس بخيت حسين، معلم تربية خاصة ومخرج ومؤلف بالمسرح المدرسي. حياك الله معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا مرحبا. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. أنا سعيد بوجودي معكم. الله يحفظك. وإني أقدر أوصل رسالة للمجتمع الإماراتي كله بأهمية المسرح المدرسي. نعم. أولا المسرح المدرسي مهم ليس من ناحية السلوكية فقط أو التربوية، لكن له عدة جوانب من الأهمية. نعم أكيد. نقدر نقسمها إلى جوانب أكاديمية في مثل مسرحة المناهج دي. إحنا قديما المعلمين الذين قاموا بتعليمنا كانوا بيحاولوا يقربوا لنا المعلومة المجردة بشكل حسي، فأكتر شيء توصل المعلومة هو أنها تجسد وتمثل أمام الطالب. نعم. فدي من الناحية الأكاديمية. من الناحية السلوكية بتساعد على غرس بعض السلوكيات الجيدة ونبز السلوكيات السيئة في المجتمع. من الناحية الاجتماعية بتساعد على اندماج الطالب والطفل ده وتقوية شخصيته وتجعل وتزيد من عنده وتطوير مهاراته أيضا وتطوير مهاراته بشكل عام. بشكل عام. طبعا مثل ما ذكرت المسرح المدرسي له أهمية كبيرة. نتحدث عن أنواع المسرح المدرسي أستاذ محمد. المسرح المدرسي شبه يعني نقدر نقول إنه مقيد عن المسرح الخارجي. نعم. مقيد بأنه لابد أن يكون مسرح تربوي أخلاقي سلوكي. صحيح. لا يتخطى هذه الحدود. نعم. فهو له هدف تربوي أخلاقي سلوكي. جميل جدا. نعم. مثل ما ذكرت. طيب ما هي العمليات وأيضا الخطوات المعتمدة لإعداد نص مدرسي مسرحي يعني متزن وأيضا له هدف وتربوي ومؤثر على الطالب؟ والله هو قبل ما تطرق لموضوع الإعداد العمل المسرحي، احنا عايزين نتكلم على ان انواع المسرح المدرسي. نعم. زي ما قلنا ان هو بيكون اجتماعي سلوكي نفسي او تربوي. فانا يعني من خلال تجربتي ان انا قمت بعمل حوالي 8 اعمال في المسرح المدرسي في مهرجان الشارقه. نعم. للمسرح المدرسي. الاعمال كلها كانت يعني كنا بنهدف الى علاج مشكله معينه سلوكيه مثلا عند طلاب في مثلا في اول في بعض الاعمال. مثل اول عمل قمت به كان ضروب الندم اللي هو علاج سلوكيات الشباب في مرحله معينه وخاصه بمرحله دخول مرحله المراهقه. فيه علاج مشكلات في المجتمع نفسه، ودي كان اخر اعمالنا عملناها العام الماضي، كان عن مرتبط بالموضوع اللي الدكتور تحدث فيه. نعم. اللي هو ايه الجرائم الالكترونيه. نعم. احنا من الجرائم الالكترونيه ان الالكترونيات اصبحت مسيطره على عقليه الانسان. صحيح صحيح. بقت هي اللي بتحرك العقل البشري لدرجه ان احنا انا تخيلت ان العقل البشري خلاص بينفجر ويخرج من جسم الانسان. نعم. ويبدا يشتكي للمجتمع سوء استخدامه للإلكترونيات. فدي من أهمية المسرح. نعود إلى العمليات والخطوات المعتمدة لكتابة نص مسرحي مدرسي هادف متزن. بالنسبة لكي تقوم بكتابة عمل مسرحي محتاج أنك أنت لابد أن يكون في إطار وأبعاد محددة. صحيح. وبشكل
يعني صارم ولا يقبل الأخطاء. نعم. أولا من الناحية الألفاظ إن لابد أن تكون ألفاظ محددة صحيح. وثابتة وذات قيمة وهادفة ومؤدية لما تريد دي. لأن أنت بتخاطب فئة محددة اللي هو الجمهور اللي أمامك صحيح. لكن أنت كم ممكن أنا على الهواء دلوقتي ممكن إيه أقول أي كلام وممكن إيه يقص أو 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 يحور أو شيء، لكن أنا بخاطب وبوجه رسالة في نفس الوقت. نعم. دي بالنسبة للإيه للألفاظ. بالنسبة للمكان إن أنا مرتبط بمكان محدد، مسرح لا يزيد عن 10 متر عرضا مثلا في 5 متر طول، فأنا محكم بمكان، فبحتاج ديكور معين، ما أقدرش أغير كتير في الديكور، فكل هذه الأشياء بتحكم النص. الزمن بداية ونهاية العمل، الحبكة الدرامية نفسها إزاي أقدر أوصل رسالة بطريقة لا تمل الجمهور أمامي، فدي كلها أبعاد لابد أن قبل أن نقوم بكتابة عمل لابد أن نكون مراعاة. لذلك أنا قمت يعني ببعض الأعمال تأليف بعض الأعمال، وقمت بتحوير بعض أفكار الآخرين ان ازاي اقدر اطوعها واجعلها تنفذ على المسرح. جميل. نعم. نستعرض طبعا دي مجموعه الاعمال اللي انا قمت بالمشاركه فيها في ايه في المسرح المدرسي في مهرجان المسرح باعداد الشركه المسرحيات. الحمد لله هي اول تجربه لينا، كانت في عام 2012، ودي استفدت منها الخبرات اللي قدرنا نبني عليها بعد ذلك. في الأعوام الثانية الحمد لله قدرت بدأت أبدأ أعرف أبعاد الأفكار المسرحية وإزاي أقدر أختار الممثلين. لكن في عندي نقطة مهمة جدا، إن أنا كمسرح خارجي بعتمد على ممثلين معروفين وموهوبين، لكن أنا دوري كمسرح مدرسي أنا أولا أبحث عن الموهبة واستكشفها. تاني حاجة عايز أقولها رسالة لكل معلم ومعلمة في المدارس، إن أبنائنا لديهم مواهب وطاقات كامنة. نعم. تحتاج من يبحث عنها ويستكشفها. صحيح. أبنائنا بحر عميق مليء باللآلئ والضرر. صحيح. نحتاج لاستخراج هذه اللآلئ، فمن يستطيع الغوص في هذه البحر يستطيع أن يستخرج ما أعظم شيء في هذا الكون. نعم. لا شك أن دور المسرح دور كبير في غرس روح الانتماء إلى الوطن، إلى المجتمع، إلى الأسرة، إلى العائلة، إلى أيضا المدرسة. وطبعا دوركم أنتم في هذا الموضوع دور كبير في تأسيس، خلينا نقول تعزيز هذه القيم. المسرح كيف يؤثر على الطفل من ناحية هذه الأمور؟ بالطبع دي من أكبر الأشياء اللي بتؤثر في الطفل، زي ما قلنا إن هو لما أنا بشخص له أو بجسد له قيمة من القيم المجتمعية أو سلوك من السلوكيات، بيظل السلوك ده موجود. نعم. مع الإيه؟ نعم. مع الشخص نفسه. نعم. مثلا أنا لما جينا نجسد العام هذا العام بدأت أفكر أنا والفريق اللي معايا في المدرسة نفكر ايه اللي ممكن نقدمه جديد. نعم. يعني العام الماضي تطرقنا الى فكره الايه سيطره الايه الالكترونيات والاشياء دي على الايه على العقل البشري. طيب ايه اللي ممكن نقدمه جديد؟ فكرنا ووصلنا لايه لفكره الوحده اللي هي يعني تجسد بشكل واقعي في دوله الامارات العربيه. صحيح. فانا مش عايز انخر في هذه الوحده. عايز الوحده دي مستمره، وبل ما تكونش في الامارات فقط، لماذا لا تكون في الوطن العربي؟ لماذا لا تكون في المجتمع الاسلامي كله؟ نعم. احنا هذا هو ما نهدف اليه. صورنا ان الفكره دي بشكل سفينه، واعتبرناها سفينه خير. فانا كده بحاول اوصل رساله رمزيه. جميل. للمجتمع بشكل عام. نعم. سيد محمد يعني لا شك احمد طبعا طاقة الطفل إذا ما وجهت إلى المكان الصحيح ربما تهدر وربما توجه إلى ما يضره. فكيف تقومون أنتم بطبعا مراعاة هذا الأمر وأيضا توجيه طاقات
الأطفال بالطريقة الصحيحة. أنا أحكي لك أقول لك شيء. أنا من خلال العمل في المسرح المدرسي أصبح جميع المشكلات السلوكية التي تظهر وتطفو في المجتمع المدرسي أول شيء بحكم أولا تخصصي في مجال التربية الخاصة، والثاني شيء بحكم أنني بقدر أتحكم في سلوكيات الطلاب، فالإدارة والمدير بيحول لأي مشكلة سلوكية يقول اتجهوا إليها أستاذ أحمد خميس. لماذا؟ لأن أولا أنا بحاول أربط زي ما بنقول إيه العصا والجزرة. فبقول له عدل من سلوكك ممكن إيه أدخلك معايا في المسرح والأولاد. ولا وفي الموضوع ده أنا ممكن أنا إن شاء الله ناوي إن أعمل دراسة في كيفية أثر الدراما وأثر المسرح المدرسي في 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 العمليه التعليميه بشكل عام. جميل جدا، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء للاستاذ احمد خميس بخيت حسين، معلم تربيه خاصه ومخرج ومؤلف بالمسرح المدرسي. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلقاكم غدا في باذن الله تعالى في نفس الموعد في امان الله ورعايته.